الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل والصالحين، ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أقل شيء تجد من حامل المسك تجد منه الرائحة الطيبة التي يعني تطيب خاطرك. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. في هذا الحديث الحث على مجالسة أهل الخير. في هذا الحديث الحث على مجالسة أهل الخير والتحذير من مجالسة أهل الشر. النبي ضرب لنا المثال بحامل المسك ونافخ الكير، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بالذي يبيع الطيب، الذي يبيع المسك، والمسك كما ورد في الحديث هو أطيب الطيب. فالنبي شبه الصاحب الجليس الصالح، الصاحب الصالح، النبي شبهه بذلك، فشبهه بحامل المسك. وشبه جليس السوء الذي لا تنفعك مجالسته، شبهه بنافخ الكير، يعني الحداد الذي يعني ينفخ في النار حتى يعني يعدل الحديد ونحو ذلك. فالواحد منا ينبغي أن يختار صاحبا صالحا، من تنفعك صحبته في الدنيا والآخرة. هذا ينبغي أن تحافظ عليه، ينبغي أن تبحث عنه، ليس أي إنسان تراه أو تكلمه أو تجلس معه تعتبره صاحبا لك، ولكن تخير، انتقي أصدقاءك، انتقي الصاحب الذي ينفعك في الدنيا وينفعك وتنفعك صحبته ومودته في الآخرة. ومن خالط صحبة السوء ناله، يعني من خالط صحبة الخير ناله نصيب من صحبتهم ومن أخلاقهم. لماذا؟ لأن الطبائع، يعني الواحد منا ينظر إلى الذي معه، فإن كان الذي معك صالحا، إن كان الإنسان الذي معك يعني صاحب خلق حسن، فتستفيد من أخلاقه. أما إن كان صاحب سوء، إن كان إنسانا فاسدا ظالما، فأنت ستتعلم منه. فمن خالط صحبة السوء ناله نصيب من سوء أخلاقهم، إلا من رحمه الله تعالى. أحيانا قد يكون الإنسان صالحا ولكنه يصاحب بعض أصدقاء السوء، ولكن هذا عليه مثلا كأن أراد أن يماشيهم ليدلهم على الخير، لينبههم، ليحذرهم، ولكن هذا الشخص ينبغي عليه أن يحذر، ينبغي عليه أن ينتبه لنفسه حتى لا تزل قدمه وهو لا يدري. ينبغي عليه أن ينتبه، ينبغي عليه أن يحذر. فإن صاحبهم يصاحبهم بلا معصية لينفعهم في دينهم ويعلمهم الحق ويحذرهم مما يهلكهم في دينهم وينصحهم. ومن خالط الصالحين وجالس ذوي القربى والتقوى والمروءة وأصحاب مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، فإنه غالبا ما تناله نفحة طيبة بصحبتهم فيسلك مسلكهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، ما معنى على دين خليله؟ على دين خليله يعني على سيرة صاحبه، على سيرة صاحبه. فلينظر أحدكم
من يخالل، معناه انتقوا واختاروا من تتخذونه خليلا أي صديقا، فمن كان ينفعكم لدينكم فعليكم بمصادقته، ومن لا ينفعكم في دينكم بل يضركم فابتعدوا عنه. الإنسان إذا وجد إنسانا لا تنفعه صحبته بل كان مثلا يدله على الخير وهو لا ينتصح، ينصحه ولا ينتصح ولا يسمع منه، فهذا الإنسان يعني لماذا تضيع وقتك معه؟ أنت حاولت معه، ساعدته، حاولت أن تعينه، ولكن هو لا يريد، فمثل هذا ابتعد عنه لأن صحبته لا تنفعك. فمن كان ينفعكم لدينكم فعليكم بمصادقته، ومن لا ينفعكم في دينكم بل يضركم فابتعدوا عنه أي لا تصادقوه. فالإنسان يهلك من طريق الأصدقاء الأشرار. كثير من الناس وخاصة الشباب، كثير من الشباب نجد الإنسان، نجد الشاب يسير على طريق الخير، نجد يعني عنده خصال حسنة، خصال طيبة، خصال حميدة، وفجأة نجد هذا الإنسان انقلب فجأة إلى صحبة الأشرار وانقلب إلى طريق الأشرار ونحو ذلك. فهذا ينبغي أن ينظر إليه، لأن الشخص أحيانا يكون قريبا من الاستقامة فإذا به يصاحب إنسانا من شياطين الإنس فينقلب على عقبيه فيترك الطاعات وينغمس في الفجور. لذلك قيل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما أن يسحبك إلى المعالي والرقي وإما أن ينزل بك إلى الحضيض. الصاحب ساحب، إما إلى الرقي والمعالي وإما إلى الحضيض، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما أن يأخذ بطريقك بيدك إلى طريق الخير، إلى صحبة الخير، وإما أن يأخذ إلى طريق الجنة، وإما أن يأخذ بيدك معه إلى طريق الهاوية، إلى طريق النار والعياذ بالله تعالى. فالواحد عليه أن يتخير الصاحب. لذلك قالوا من أراد الترقي فليصاحب الأخيار، من أراد الترقي فليصاحب الأخيار. ويكفي في صحبة الأخيار أن الله تعالى قال فيهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد ورد في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه هم القوم كما قلنا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومعلوم أن حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين. وقد مدح الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك صدق من قال فيه صلوات ربي وتسليماته عليه قال بعضهم فمحاسن الأخلاق إن جمعت، فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمد، فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمد، ونفائس الأزهار إن نفحت فليست غير عطر من عبير محمد، ومناقب السادات إن سطعت فليست غير نجم في سماء محمد، فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، فخري بأني عاشق لمحمد، فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، فخري بأني خادم لمحمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد هو صاحب الخلق العظيم، صاحب الأخلاق العليا صلوات ربي وتسليماته عليه. ولقد سئل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، سئل ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم خلق حسن، خلق حسن، معناه أن من أراد أن يصل إلى الدرجات الرفيعة فلا بد أن يحسن أخلاقه. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، من حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا بد أن يتحرى الواحد منا الصديق الصالح الذي يتحلى بحسن الخلق. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته،
فالخطر كل الخطر في صحبته، لأنه يأخذك إلى طريق الهاوية، يأخذك كثير كثير من الشباب، كثير من الناس كان حالهم جيد، فبعد أن صحبوا أناسا، بعد أن صحبوا أناسا يعني أخلاقهم ليست حسنة، صحبوا أناسا صفاتهم ليست جيدة، أخذوهم إلى طريق الهلاك والعياذ بالله. هناك أناس من شياطين الإنس، الواحد منهم هو نفسه فاسد، نفسه ليست سوية، فالواحد من هؤلاء لا يعجبه أن يكون إنسانا يعني على أخلاق أو ذا مكانة يعني بين الناس، هذا لا يعجبه، فنراه يحاول أن يجر هذا الإنسان إلى طريق الفساد، إلى طريق الإفساد. لماذا؟ حتى يأخذه إلى هذا الطريق، حتى لا يكون أحسن منه، حتى لا يكون أفضل منه، حتى لا ينظر إليه بعين الاحترام والتعظيم ونحو ذلك بين الناس. فالواحد يحذر، احذر على نفسك، احذر على أبنائك، احذر على بنتك، انتبه، سل عن أبنائك. النبي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب في بيته ينبغي أن ينظر لأبنائه، ينظر لولده، لا يقول هذا ولد لا يعيبه، لا، كما تنظر إلى الولد تنظر إلى البنت، وكما تنظر وتتابع بنتك تابع ولدك. وهذا لا يعني التخوين، يعني معنى أنك تتابع أولادك، تنظر من يصاحبون، من يصادقون، مع من يمشون، ماذا يعملون ونحو ذلك، هذا لا يعني التخوين، لا يعني أنك تخونهم. المراقبة لا تعني التخوين، ولكن هذا من خوفك عليهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواحد ينظر إلى ولده، مع من يمشي، مع من يجلس، حتى لا يتفاجأ يجد أن ابنه أخلاقه قد ساءت، يجد أن ولده أخلاقه ساءت وصار يتكلم بالقبيح من الكلام، بعد أن كان ولدا حييا، بعد أن كان ولدا يستحي أن يتكلم أمام والديه. نرى كثير من الشباب اليوم، يعني هذه حالة مخزية، حالة مخزية. نرى كثير من الشباب والفتيات، الواحد منهم يعني كيف يعامل والديه، كيف يعامل أباه، كيف يعامل أمه، كيف يعامل أخاه، كيف يعامل الكبير. صرنا كنا في الماضي، كان الواحد منا إذا يعني هذا كان مشهورا بين الناس، الواحد إذا رأى إنسانا كبيرا في الطريق يحترمه، يقف له، يساعده، يعاونه، إذا رآه في مواصلات يقوم له. أما اليوم صرنا نرى العجائب، صرنا نرى أمورا يعني لا ترضي رب العالمين، صرنا نرى أمورا نحن لا نقبلها، يعني الصغير لا يحترم الكبير، والكبير صار لا يشفق ولا يرحم الصغير. الأمر ليس هكذا، ينبغي أن نعمل بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نعمل بتعاليم نبينا عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك سببه ماذا؟ سببه صحبة الخير، وصحبة يعني إن كان الإنسان على طريق الخير فهذا يكون ينتفع بصحبة أهل الخير، وإن كان على طريق السوء، وإن كان على طريق الشر، فهذا يفسد ويفسد، يهلك ويهلك بسبب صحبة الأشرار. فالإنسان يحذر. لذلك ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. عليك بإخوان الصدق فعش في أكفانهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. فالواحد منا ينبغي أن يتخير أصحابه، يتخير أصدقاءه. عليك بالصديق صاحب الخلق الحسن، عليك بالصديق الذي تنفعك، عليك بالصديق الذي ينفعك في الدنيا، تنفعك صحبته وتنفعك مودته في الدنيا وصحبته، وكذلك تنفعك محبته في الآخرة وتنفعك صحبته في الآخرة. لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا، بين في القرآن فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا معناه الله يخبرنا في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء، أحباء، أصدقاء، ينقلبون في الآخرة أعداء.
بعضهم لبعض، يكون بعضهم لبعض يصيرون أعداء بعضهم لبعض، إلا يوجد استثناء، إلا المتقين، أي الذين كانت صحبتهم على ما يرضي الله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء المتقون الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات اجتمعوا على طاعة الله وتفرقوا على طاعة الله، فإن هؤلاء تبقى مودتهم ومحبتهم يوم القيامة، تبقى مودتهم ومحبتهم يوم القيامة، فإنهم تبقى مودتهم بينهم في الآخرة. والله تعالى يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فمن كان ظالما في الدنيا لأخيه، وينبغي أن ننتبه لهذه الآية، ليس معنى هذه الآية أن كل إنسان يفر من الآخر، لا، بل معناه من كان ظالما في الدنيا لأخيه أو أمه أو زوجته ونحو ذلك، فإنه يفر منه يوم القيامة، فإنه يفر منه يوم القيامة. وليس معنى الآية أن كل إنسان يفر من الآخر، فمن لم يظلم أخاه لا يفر منه. من كانت ليست بينه وبين أخيه مظلمة، من كانت ليست بينه وبين أبيه مظلمة، من كانت ليست بينه وبين أمه مظلمة أو زوجته ونحو ذلك، هذا لا يفر منهم، بل يكون معهم آمنا مطمئنا في ظل العرش بإذن الله تعالى. والمتقون كما قلنا هم الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، أدوا ما افترض الله تعالى عليهم وانتهوا عما نهاهم الله عنه، وعاملوا العبادة معاملة صحيحة، وعاملوا العبادة معاملة صحيحة موافقة لشرع الله، يعاملون الناس معاملة صحيحة تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. فكم من الناس اليوم يختارون الصديق الصالح، الواحد يسأل: كم من الناس اليوم يختارون، يبحثون عن الصديق الصالح؟ كم من الناس اليوم يختارون الجليس الصالح؟ وكم من الآباء اليوم يختارون لأولادهم الرفيق الصالح؟ قليل جدا، قليل من يهتم، قليل من ينظر إلى ذلك، قليل من ينتبه لهذا الأمر، قليل جدا. وما سبب ذلك إلا البعد عن مجالس علم الدين، لأن الإنسان إذا لم يتعلم كما بينا سابقا، العلم يبين لك، العلم ينير لك الطريق، تعرف ما يجب عليك فتأتيه، وتعرف ما حرم الله عليك فتجتنبه. فسبب ذلك البعد عن مجالس علم الدين. فالمتقون من شأنهم أنهم يتعاونون على ما يرضي الله تبارك وتعالى، ويجتمعون على طاعة الله، ويفترقون على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالصديق الصالح هو الذي يرشدك إلى طاعة الله تعالى، يدلك على ما فيه خير. فالمتقون يجتمعون كما قلنا على طاعة الله، ويفترقون على طاعته، لا يغش بعضهم بعضا، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يدل بعضهم بعضا إلى ما فيه فساد، ولا يدل بعضهم بعضا إلى ما فيه فساد، بل يتعاونون على ما يرضي الله، بل يتعاونون على ما يرضي الله تبارك وتعالى، لا يتعاونون على ضلالة أو فسق أو فجور أو ظلم، اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى، وهذا هو الصديق الصالح. ثم إن حصل من أحد معصية ينهاه أخوه ويزجره، يعني الذين تكون صحبتهم صحبة خير، الواحد منهم إن رأى أخاه على معصية ينهاه، ينصحه، يرشده، يعني يزجره عن فعل هذا الشيء بالحسنى، يبين له، لا يسايره على ما فيه من المعصية، لا يداهنه على معصيته، بل يكون وقافا عند حدود الله تعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين وأخبر فقال، شبه لنا عليه الصلاة والسلام فقال: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه المؤمن. رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن، أن ينصحه حتى يصلح حاله، ينصحه لا يتركه. المرآة
أليست تكشف ما يكون في وجه الإنسان مما لا يعجب مما لا يعجب مما لا يعجب ليزال؟ الواحد منا لما يقف أمام المرآة لينظر حتى يهدم نفسه ويهذب منظره ونحو ذلك، فإذا وجد شيئا لا يعجبه يزيله، يعدله، يحسنه، يجمله حتى يكون بصورة حسنة، حتى يكون بصورة جميلة. كذلك المؤمن للمؤمن كالمرآة ينظر. كذلك المؤمن لما ينظر إلى أخيه، فإذا وجد شيئا لا يعجبه، إذا وجد مثلا رأى منه خلقا ليس جيدا، إذا رأى منه خلقا سيئا ينصحه، يبين له. لماذا؟ لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لا تقبل أن يكون أخاك، لا تقبل أن يكون صديقك على معصية الله، لا تقبل أن يكون أخاك على خلق سيء، لا تقبل أن يكون أخاك على خلق سيء، بل اعمل بما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي علينا أن نختار الأصدقاء الذين تنفعنا مودتهم وصحبتهم في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أحببنا اليوم أن نتكلم في هذا الأمر. إن شاء الله بعد هذا الفاصل سنرجع إليكم بعد الفاصل مع المنشدين الكريمين أحمد وأسامة، إن شاء الله تفرحون بهما، فهذه صحبة طيبة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، انتظرونا بعد هذا الفاصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، يعني وكنا تكلمنا عن اختيار الصديق الصالح، واليوم معنا نموذج مشرف بإذن الله تعالى، يعني في ضيافتنا يعني المنشد الجميل الذي أعتز به الشيخ أحمد عاصم، لأنه أزهري. بارك الله فيه، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. كمان البشمهندس أسامة، تشرفنا بك يعني في هذا اللقاء الطيب. يعني احنا كنا بنتكلم عن الصديق، وبنتكلم عن اختيار الصحبة الصالحة، وانه الانسان يعني المؤمن مرآة اخيه. فحبينا ان يكون في معنا نموذج يعني وزي ما بيقولوا ايه، ازهر دعوة وهندسة. فازاي التركيبة جت مع بعضيها، يعني كل واحد كان ان شاء الله يعني مثلا يعرف المشاهدين بنفسه. ولا انا شرفنا النهارده ان مع حضرتك. انا اسمي احمد عاصم من المنصوره، بدرس في كليه الدعوه الاسلاميه في القاهره. تعرفنا على بعض انا واسامه من خلال مدرسه الانشاد، كنا بنتدرب مع بعض في مدرسه الانشاد، وكنا عرفنا مثلا من على الطريق مثلا قريب مثلا من بلدنا، فكنت انا وهو مثلا بنروح ونيجي مع بعض على طول، الصحبيه زادت وبقينا مثلا بدانا نعمل فيديوهات مع بعض ونتقابل مع بعض على طول وهكذا. صحبه خير ان شاء الله. نعم باشمهندس، شرفتنا والله. حضرتك اللي مشرفنا. الله يبارك فيك باشمهندس. انا اسامه السعيد مجر من قريه ميت عساس محافظه الغربيه. اهلا وسهلا. كليه هندسه جامعه طنطا. اهلا وسهلا. احمد يعني راجل محترم من الناس اللي بتحب بعضه. بارك الله فيك. وعرفته فعلا في مدرسه الانشاد زي ما هو قال كده، وبعد كده بقينا اصحاب يعني، واي مثلا سكه بنكون ماشيين فيها مع بعض. الحمد لله. الصاحب وساحب. الانسان يكون مع بعضينا يعني، دائما لما يكون الانسان مع صديقه مع صاحبه، دائما زي ما بيكون صاحبه بالعاده بتلاقيه زيه، لو لطريق الخير بتلاقيه واخده معاه مثلا في الشيء الذي ينفع، ولو كان في طريق الشر فاحيانا حتى بيكون الانسان يعني اخلاقه طيبه، وسبحان الله بتلاقيه يصاحب بعض الناس بتلاقيه انقلب حاله، بتلاقيه تحول، يعني بعد ما كان انسان كويس ونافع في المجتمع وكذا واخلاقه طيبه بتلاقيه ضغير كليا وجزئيا. نعم. بتلاقيه مشي في طريق المخدرات، مشي في طريق يعني البنات الكذا الكذا الكذا، فهذا يعني يهلك نفسه. يعني الصداقه مهمه يعني، وشرطها ان تكون على ما يرضي الله تبارك وتعالى. آمين. طيب حابين بقى
تبداوا بايه كده؟ تسمعونا ايه كده بدايه؟ والانشوده الله الله ما لنا مولى سواك. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله شغلتني شهواتي عن صيامي وصلاتي شغلتني شهواتي عن صيامي وصلاتي كلما ضيعت حياتي فيما يضيع الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. ذري يا دمع العيون ذري من خوف المنون ذري يا دمع العيون ذري من خوف المنون كيف بي إن سألوني من هو الله من هو الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. قيل لبعض الحكماء ما شريطة الصديق؟ يعني شرط الصداقة إيه؟ فقال أن يساعدك على جميع أمرك ويظهر الحسن عنك ويظهر الحسن عنك ويذيعه لك. يعني مش إذا شاف حاجة كويسة يخبيها وشاف حاجة وحشة يذيعها، لا. ويظهر الحسن عنك ويذيعه لك ويستر القبيح عليك ويدفعه عنك ويهجنه عندك ويعرفك عيوبك ويستنزلك برفق منها. يعني إن عرف عيب يساعدك على ترك هذا العيب ويستنزلك برفق منها ويخبرك بمحاسنك ويحثك على الزيادة منها. يفي لك عند النائبة إذا نزلت بك مصيبة، إذا نزلت بك نائبة يكون لك رفيق. يفي لك عند النائبة ويشاركك في المصيبة، فإذا فعل ذلك فهو الصديق الودود. فإذا فعل ذلك فهو الصديق الودود. حتى قيل لبعض الحكماء يعني أي السفر أطول؟ قال من كان في طلب صاحب يرضاه. ده أطول السفر، يعني لأنه ليس بالسهل أن تجد صديقا بهذه الصفات يعني والخصال الحميدة. لذلك الواحد يستكثر من أصدقاء الخير، فإذا وجدهم فليمسك، فإنهم كنز، فإنهم كالكنز يعني يحافظ عليهم. حتى قيل إنه سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن فكتب على باب السجن، كتب قبور الأحياء وشماتة الأعداء ومعرفة الأصدقاء. لذلك قال بعضهم لا ترضين من الصديق بكيف أنت ومرحبا بك حتى تجرب ما لديه بحاجة إن لم تكن لك. فإذا وجدت فعاله كمقاله فبه تمسك. يعني اللي هو
زي كلامه زي فعله، يعني مش بس كلام، وفي النائبات لا أجد أحدا. نعم. فده مهم جدا سبحان الله. فأكيد أنتوا يعني بعد ما تعرفتوا على بعض، بل يمكن يكون مثلا واحد ثالث، مثلا صديق ثالث هو اللي عرفكوا على بعض، بعدين صرتوا أنتوا أصدقاء صداقتكم أقوى من الصديق الذي كان معكم أولا مثلا. فسبحان الله، يعني الله هو الذي يجمع القلوب سبحانه وتعالى. وما أجمل صحبة الخير، ما أجمل صحبة الخير، وما أجمل أن تكون صحبة الخير يعني فيما يرضي الله تبارك وتعالى، يعني في الحث على فعل الخيرات، على ترك المنكرات، في الحث على مساعدة الناس، في الحث على مدح النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مدح النبي عبادة وتقرب لله، فاسعوا بالمدائح واطربوا، يعني فبذكره وبمدحه عليه الصلاة والسلام البركات تنزل جمة، وبمدحه مر الحناجر يعذب، صلى الله عليه وسلم. الدين إنسان بيكون فخور أنه هو يمدح أشرف خلق الله، وهو يمدح أفضل مخلوق خلقه الله، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني كل واحد فيكم يقول لنا شعوره ويه لما وهو يمدح حبيب الله، كل واحد نفسه ويه كده، يعني وأنا أمدح النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرة سألنا واحد قال نفسي أمدح بين يديه في الجنة. فالواحد كان نفسه، يعني أنتوا الواحد منكم كده إيه شعوره هو يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر الناس بالخير؟ أنا في مرة سألت السؤال ده وكان ردي إن أنا مش هقدر أتكلم لو مثلا شفت النبي، يعني مش هقدر أعبر بأي حاجة، لو أنا نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم عشان أمدحه بس، عشان أسمعه حاجة يبقى إن إحنا قد إيه بنحبه وقد إيه يعني هو قريب قلوبنا ونفسنا نشوفه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يكفي ان احنا بنمدح سيدنا النبي، ان احنا ننول شرف ان احنا نمدح سيدنا النبي ونشوفه قدام، مش محتاج حاجه من كده. النبي قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية فإن الشيطان لا يتزيى بي. والذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا يعني هذا بشرى خير له، أنه يموت على الإيمان. هذه بشرى، الله يرزقنا رؤيته. طيب سمعونا حاجة بقى في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا كافل الأيتام يا طب النهى، يا منقذ الدنيا مقامك مفرد، لما أطل على البسيطة نوره ألفيت نيران الضلالة تخمد، والناس كانوا بين لاعب ميسر يلهو، وسكير هناك يعربد، فأتيت يا رسول الله حررت العقول من العمى ومن الضلالات التي لا تهمد. عمر العظيم قبيل دينك فاتك قسوة في البطش لا يتردد، وإذا به لما اهتدى بمحمد، وإذا به لما اهتدى بمحمد يحنو على يتم الصغار ويعص بالليل المدينة باحثا عن جائع أو بائس لا يرقد، لما رأى تلك العجوز وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقدون
بصغارها يتودد وشرى غلالتها ولم يكن ظالما بوثيقة تنجي إذا جاء الغد. أمثال ذا خريج معهد أحمد أمثال ذا خريج معهد أحمد طوبى طوبى لمن رباه ذاك المعهد. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء يعني تخرجوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم تلاميذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه القصة ذكرتني بقصة أخرى، أنه كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد امرأة عجوز، كان يأتي إليها ويأتي لها بالتمر ويعني ويكنس لها البيت ونحو ذلك ويقدمه لها، فكان يتبعه سيدنا عمر. سيدنا عمر كان دائما يتتبع سيدنا أبو بكر حتى ينظر ماذا يفعل ماذا يعمل حتى يعمل مثله، يعني يتعاون معه. فلما استلم سيدنا أبو بكر استلم الخلافة وصار خليفة، فظن أنه لا يذهب فصار يذهب إليها، وسيدنا عمر كان يتعاهدها بعد ذلك حتى بعد وفاة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فهذا يدلك على مدى حسن أخلاقهم وعلى تعاونهم على الخير على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. لذلك قال بعضهم الأصحاب الإخوان الأصحاب من أنفس الذخائر، فينبغي للعاقل أن يتأنى لاكتسابهم مهم جدا. الإنسان ليس أي إنسان، يعني الإنسان يصاحبه ويستشيره. لذلك ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه يعني الإنسان لا يستشير إلا الأمين، ولا أمين إلا من يتقي الله عز وجل الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، ولا أمين إلا من يتقي الله عز وجل. لذلك يعني صحبة الخير مجالس الخير، هذه الصحبة التي تنفع. يعني ورد أيضا يعني كما ورد عن الحسن البصري أنه قال استكثروا من أصدقاء الخير فإن لكل منهم شفاعة يوم القيامة، يعني يتذكرونك في الآخرة. إذا كانوا في مجلس في الجنة يتذكرون من كان معهم، فهؤلاء يعني كما ورد في الحديث لا يشقى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. طيب يا أبو حميد، يعني هل أنتم مثلا ناويين تعملوا حاجة مثلا، أو ناويين مثلا في بالكم مثلا ترتبوا شيء معين أو تعملوا شيء معين كفريق إنشاد ونحو ذلك؟ وبإذن الله يعني لو ان احنا نطور من المجال بتاعنا، احنا مثلا ممكن نعمل زي فرقة انشاد تمام، ويبقى معانا ناس برضو يعني من نفس المستوى بتاعنا او اعلى كمان مننا، ان احنا برضو لو ما يبقوا اعلى مننا نستفاد منهم تمام. كله طبعا لما بيكون مثلا في فريق او كده كله بيكمل بعضه. فبإذن الله ممكن احتمال يعني ناويين ان احنا نعمل فرقة انشاد ديني. يعني ممكن مثلا لو حد عايز حابب يتواصل معاكم مثلا، اكيد لكم صفحة مثلا على الفيسبوك. ايوه ممكن مثلا تكتب بس منشد احمد عاصم على الفيس. تمام. ايوه موجود. ممكن اسامه مجر برضو. تمام. فممكن هو يتواصل مثلا معنا اي حد. وفي كمان رقم التليفون كمان بتاع البرنامج اذا حابين حد حابب يتواصل معنا وغيره. نعم. ان شاء الله تعالى وتكون صحبة خير بإذن الله تعالى. يعني هذه الصحبة يعني تنفع ان شاء الله تعالى. إن شاء الله. وتعاون على البر والتقوى وحث الناس على الخير وفعل الخيرات وترك المنكرات، التعاون والتآلف والمحبة. نعم. في الله سبحانه وتعالى. طيب تسمعونا. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا. عذرا رسول الله حبيب الله، إن قصرت في وصف ف
فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واتفى والله لو جد العباقر كلهم في جمع أوصاف له والله لن تعرف. عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني نحب أن نختم هذه الجلسة الطيبة المباركة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في الحديث القدسي الذي قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، المتحابون في على منابر من نور يخبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. وقال صلوات ربي وتسليماته عليه: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون. يعني النبيون يفرحون لهم يكونون في ظل العرش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يجعلنا صحبة خير، إنه على كل شيء قدير. أنا بحب أشكركم باشمهندس أسامة والشيخ أحمد، شرفتونا ونورتونا، وإن شاء الله نسعد بكم في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم.